نفى مصدر في اللواء الأول حرس حدود ما روجت له بعض المواقع الإخبارية المحلية عن نشوب خلافات بين قوات اللواء والقوات السعودية في منطقة الأجاشر الحدودية بمحافظة الجوف. وقال المصدر إنما روجت له بعض المواقع حول منع قوات سعودية لقوات اللواء الأول حرس حدود من حفر بئر مياه في المنطقة وبناء غرف خاصة بالقوات أو استخدام الأراضي اليمنية هناك لأي غرض. قال المصدر إنها أخبار عارية عن الصحة. واستغرب المصدر من حبك قصص خيالية واختلاق أكاذيب وافتراءات تهدف لزعزعة الثقة بين القوات السعودية واليمنية المرابطة في جبهات النضال، مؤكدا أن من يقفون وراء هذه التصريحات فشلوا وسيفشلون في تحقيق أي أهداف خفية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد محمد عبود عبد الله ضابط ارتباط اللواء الأول حرس حدود. بداية، ما تعليقكم على البيان الصادر عن قيادة اللواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أن الخبر الذي نشره موقع نبأ الإخباري عن وجود خلافات بين قيادة اللواء الأول والأخوة في التحالف خبر لا أساس له من الصحة وعاري عن المصداقية، ونقول أن هذا الخبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة، ونقول للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن كنت صادقا بما تقول فتكلم بالصوت والصورة من أجل أن توضح للناس هذه الكذبة أو هذه الخرط الزائف الذي تجعلون منه فجوة كبيرة بين الجيش الوطني والأخوة في التحالف. ما هي الأدوار التي يقوم بها اللواء في هذه المعركة الوطنية، وأين هي نطاق عملياته؟ اللواء الأول له بصمات كبيرة تحرك من المناطق الحدودية بين المملكة العربية السعودية واليمن، وتقدم بخطوط وخطوات ثابتة، وله بصمات واضحة يشهدها العدو قبل الصديق. في أي نطاق جغرافي يمكن أن تحدده لنا؟ من الأجاشر إلى أين؟ من المنطقة تسمى الجبل الفراسي، منطقة حدودية بين منطقة أو مديرية البقع الفاصلة بين محافظة صعدة ومحافظة الجوف، حتى الوصول إلى منطقة المهاشمة شرقا في محافظة الجوف. هذه كلها يتربع فيها اللواء الأول في كل مواقع وعلى كل الجبهات يسيطر فيها اللواء الأول والمحور الشمالي والمحور الأصلي بشكل عام. كيف تقيم عملية التنسيق بينكم والعلاقة بينكم وبين قوات التحالف أو القوات السعودية على وجه التحديد؟ بالأمس في يوم 28/6/2020 قام قائد المركز العمليات المشتركة قوة 1501 بزيارة مع قائد المحور الشمال العميد هيكل حنتف بزيارة تفقدية إلى كل المحاور وإلى كل المواقع في المحور الشمالي كاملة، وتربع ووصل إلى قمة جبل قشعان الجبهة الملتهبة المطلة على وادي سلبة، فكان زيارة موفقة والروابط يعني أواصل متينة وعلاقات قوية، ولا يوجد فيها أي شيء من هذه الخرابات والخزعبلات التي يدعيها مصدر نبأ الإخباري. العقيد محمد عبود عبد الله ضابط ارتباط في اللواء الأول حرس حدود كنت معنا، شكرا جزيلا لك.